من جديد، لكن لعبها ضد العراق. كرة محاولة واسيو وسود الرافدين وعن طريق الأبرز إبراهيم بايش. إبراهيم بايش جاب البشارة، جابها وسجل أول أهداف اللقاء ليتقدم لمصلحة أسود الرافدين بعد كرة. هذه المحاولة وهذه الرأسية والمتابعة، لا 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 بايش بايش بايش. وبأي طريقة وبأي أسلوب ارتدت من وقت مشعل برشم وواصل بعد ذلك وأكملها في داخل الشباك ليعلن داخل منطقة الجزاء. خروج من جلال حسن لثلاث مستمرة وقائمة. سراج ينير الطريق من أجل العودة، ينير الطريق من أجل العودة ويسجل التعديل، يسجل التعديل ويعود بالعنابي. هذه الكرة أعادها من العدم، أعادها من العدم، وصلت بعد ذلك إلى سراج. لا 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 لا. أخطأ جلال واستغل عمرو سراج، عمرو سراج يسجل التعديل ويعيد العنابي، يعيد العنابي للمواجهة ويعدل النتيجة 1-1 في البرشم. مشعل برشم يا ثلاث مستمرة وقائمة السيدة. لا 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 لا. يعود أيمن، يعود ويستعيد الأمور ويتقدم بالهدف الثاني بعد خطأ دفاعي يستغله بالصورة المطلوبة ويسجل ثالث هدف لينفرد بصدارة الهدافين وليضع العراق في المقدمة. هذه الخطأ يأتي عن طريق مدبو واستغلال الخطأ يأتي من أيمن حسين. أيمن حسين، أيمن حسين يسجل ويتقدم لمصلحة منتخب البحرين. مش قادر يوصل لمنتخب عمان، لكن منتخب عمان بيوصل. أي والله بيوصل ويوصل. عملها العماني بالتاني، هو تاني، هو برضه هو بالتخصص. صاروخ صاروخ يا ولد. الله 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 عليك يا ولد، فرحت كل البلد. نعم يتقدم الاحمر العماني بصاروخ لا يصد ولا يرد. روعه ايه، متعه ايه، هدف عظيم. الله عليه ويكرر ما فعله في الاخضر السعودي الان في الاحمر البحريني ليضع المنتخب العماني قدمه اليمنى يوم الخميس القادم في ملعب البصرة الدولي. 1-0 لعمان. اي روعة، اي متعة، اي اصرار، اي تحدي. العمان يصرخ كالعادة، ما في حد يأتي. ايه يا راجل انت ده، ايه اللي انت عامله ده؟ الله 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 الله. ولا سيد جعفر ولا حتى حمود سلطان لو وقف مع سيد جعفر. هي في الثمانيات يا ولدي، في الثمانيات يا ولدي، بل في السبعات يا ولدي، في السبعات يا ولدي. يا سلام عليك ولد جميل اليحمدي، جميل جمال ملوش مثال ولا في الخيال، اداء عالي العال. جميل اليحمدي يسجل احد اجمل اهدافه في خلال مشواره وتاريخه ويقدم وجبه فنيه ممتعه في لقطه تتكرر للاحمر العماني، مره حارب السعدي في السعوديه ومره جميل اليحمدي في مرمى المنتخب البحريني. الله الله الله, الله.